الكاظمي يصل محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ويؤكد أن الإرهاب لا ينتظره إلا القانون والقصاص ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى. البنك المركزي يعلن أن احتياطاته من العملة الأجنبية تمكنه من تجاوز الأزمة الحالية، وأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ثابت ولم يتغير. وزير المالية يؤكد أهمية الورقة البيضاء في تجاوز التحديات الاقتصادية وتوسيع مجال الاستثمار وخلق فرص عمل لائقة لتقليل معدلات البطالة. في ظل غياب اللقاح واقتراب موسم الشتاء، الصحة تجدد تحذيرها من خطر كورونا وتدعو للالتزام بالشروط الصحية، والأهالي قلقون من ذهاب أبنائهم للمدارس.